قدموا لكم اسكالوب دو دند، شرائح الديك الرومي. كناخذوا شرائح الديك الرومي كنعملوها في واحد المقله، شويه ديال الزيت البزار وشويه ديال الملحه، كنقليوهم مزيان حتى كيتحمروا. كنضيفوا لهم جوج المعالق ديال الكريم فريش اولا القشده الطريه، كنضيفوا لهم لي شامبينيون، كنخليهم 3 ديال الدقائق فوق العافيه، كنضيفوا لهم شويه ديال القزبر والمعدنوس. من بعد 3 دقائق كنطفيو عليهم العافيه، كيولي عندنا هذا الشكل هذا. كنقدموهم مع اي نوع من المعجنات عندكم في الدار. بصحه والراحه.